هنا لا مع الوداد لا مع الرجاء، هادو فروق كبيره يعني، لا الرجاء والوداد حنا ديما خوت، والجماهير وعلاقه كبيره بالمحمديه والدار البيضاء منذ ايام ديال القوه ديال شباب محمديه والنجوم الكبار اللي داروا دازوا في الفريقين. اليوم كانت مباراه قويه، كانت نديه فيها كبيره. احنا كشباب فريق ديالنا ما دخلناش في المباراه في الشوط الاول، يمكن احترمنا فريق الرجاء البيضاوي اكثر من لازم في الشوط الاول، الرجاء البيضاوي كان افضل منا بكثير، ولكن في الشوط الثاني فريق الشباب المحمديه ظهرت الشخصيه ديالو، ظهرت القوه ديالو، وصلنا للمرمى تاع الرجاء البيضاوي اكثر من مره، مع كامل الاسف ما قدرناش نسجلوا التعادل، ولكن على العموم الرجاء يستحق الفوز اليوم، لاننا احنا ما دخلناش في المباراه كما قلت لك منذ البدايه. والرجاء كنقول لهم هانئا، ونقول للشباب المحمديه واللاعبين ديالنا مبروك على المستوى اللي قدمته في الشوط الثاني، ونعاودوا ان شاء الله في باقي المباريات ان شاء الله. البريزيدون بعد المباراه كيتمنى، قال لنا انه اليوم راضي على اللعابه والمستوى اللي ظهروا به، انت كوتش نفس الشيء؟ الشوط الثاني، الشوط الاول مع كامل الاسف ما كناش، ماشي هذاك هو المستوى ديال شباب محمديه. الشوط الثاني شفنا فريق اخر، شفنا مستوى اخر، لاعبين اخرين، كما قلت لك كنا افضل من الرجاء في الشوط الثاني، هما كانوا افضل منا بكثير، ماشي في الشوط الاول ما دخلناش نهائيا المباراه، ولكن الكره هي هذه، فيها الفوز فيها الخساره، وكتخسر قدام فريق الرجاء البيضاوي فهذا شيء يعني نقولوا عادي، لان خسرنا امام فريق كبير ماشي فريق اللي ما كيستحقش فوز. نقول هنيئا مره ثانيه الرجاء والمكونات الرجاء جميعا. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناه. لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.